اهلا 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 وسهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ شوف، ناس كتير قاعده عماله تاخد وتدي ورايحه وجايه على موضوع انهيار اس في بي او سيليكون فالي بانك. اس في بي لما يحصل فيه ازمه، ده مش معناه تاني، بس ده مش معناه ان الجهاز المصرفي الامريكي يوقع تاني، ومش معناه بالقطع ابدا إنه الأجهزة المصرفية في أوروبا هيحصل فيها أزمة، والأجهزة المصرفية في الشرق الأوسط هيحصل فيها أزمة. قبل ما ناخد وندي كتير في الكلام، هو أنت عارف اس في بي وقع ليه أصلا ولا لأ؟ كل المسألة متعلقة بإنه حقق خسائر كبيرة، حقق الخسائر الكبيرة ليه؟ علشان عنده حجم ودائع كبير وحجم قروض صغير. البنوك بتكسب منين؟ بتكسب من الفوارق. يعني لازم يبقى حجم القروض أكبر من حجم الودائع، هنا يبقى البنك بيكسب. دي الأزمة بتاعت اس في بي. إيه علاقة ده بإنه سوف يؤدي إلى انهيارات في الجهاز؟ دي ملهاش علاقة بأزمة 2008 خالص، لا من قريب ولا من بعيد. ده يخلق توتر نوعي؟ آه يخلق توتر نوعي. الصحافة المهتمة بالشؤون المالية والاقتصادية أو حتى غير المهتمة، يعني مش بس حاجات زي فاينانشال تايمز ولا وول ستريت جورنال ولا مش عارف، كل الصحافة الأمريكية بتتكلم على ده، لأنه ده البنك رقم 16 في الولايات المتحدة الأمريكية لو أنا فاكر الترتيب بالمظبوط، واحد من أهم البنوك إن لم يكن البنك الأول في سيليكون فالي، واحد من أهم البنوك اللي موجودة في كاليفورنيا. فطبيعي إنه الخسائر الضخمة اللي حققها هذا البنك واللي أدت إلى ما قد يطلق عليه البعض، وخد بالك من كلمة ما قد يطلق عليه البعض، انهيار اس في بي، يخليه طبيعي إنها مادة خصبة جدا للعمل الصحفي. بس كده، لحد كده بتنتهي الأمور. تأثيرات اس في بي على بنوك العالم. بس كمان انا عايزك تبص حتى على الخبر الاخير اللي كان بيتكلم فيه زمايلي قبل ما ندخل على طول في برنامجنا، انه الطروحات باذن الله تبدا من يوم الاربع اللي جاي. ده في حد ذاته جيد جدا. احنا بنتكلم على شركه وطنيه، بنتكلم على شركه صافي كباكوره الطرح. انا هحاول حتى انا واحد كمان كمواطن، يعني هشوف بقى يا ترى هل الطرح ده يعني احنا هننزل الاسهم بتاعة الشركتين بورصة؟ لو حصل انا شخصيا انا كيوسف هروح اكتتب. عاوز تتوكل على الله، توكل بقلب جامد، ده نصيحة. مش عايز برضو انت حر، انا لا ادفعك دفعا الى شيء. خلوني هنا بقى اروح لحاجة كنت بتكلم عليها امبارح. احنا كنا بنتكلم على التطوير بتاع سور مجرى العيون، مش السور بس، المنطقة. وقلت لك عاوز تشوف مصر بتشتغل ازاي، الدولة دي المنطقة بعد ما تم إزالة كل التعديات والعشوائيات اللي فضلت موجودة عشرات السنين ورا منطقة أو ورا سور من أهم المعالم التاريخية اللي موجودة، وده سور بيعود تقريبا تاريخه للعصر الأيوبي. انت متخيل ان احنا أهملنا هذه المنطقة عشرات السنين، عقود من الإهمال، بوظناها خالص. لكن لما هتروح هناك وهتشوف حجم التطوير اللي بيتعمل، وما بين بقى قوسين في مساحة واسعة، تشوف طريقة الدولة وهي بتشتغل هناك إنها تهتم بالثقافة وبالفنون، وتشتغل إن يبقى فيه هناك مسرح وما إلى ذلك. اهو دي حاجة مهمة، إنه رئيس الوزراء بنفسه ياخد بعضه ويروح يتفقد أعمال المرحلة التانية مش الأولى من مشروع تطوير سور مجرى العيون. ده يبقى شيء عظيم، إنه يبقى وهو بيتجول موجود معاه طبعا بطبيعة الحال تقدر تقول كده إيه الرقم الصعب، الرجل السر في هذا الموضوع، المهندس خالد صديق اللي بيتولى مهمة أنا أشوفها واحدة من أصعب المهام ومن أكبرها ومن أثقلها لكن من أهمها. إيه هي؟ التطوير الحضري، إن مصر ترجع في نفس جمالها السابق. مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية منورنا على التليفون، إزاي حضرتك؟ إزاي جمال، إزاي حبيبي؟ إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. بقى إحنا زي أنا أقدر أقول أصبح لنا تاريخ سوا يا فندم، فبقينا بنروح حتت ونتكلم مع حضرتك ونعرف أهم اللي بيحصل وما إلى ذلك. ولهذا أنا الأول كنت مبهور ودلوقتي بقيت مطمن. ف
فهسأل إيه أخبار المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون وإيه اللي موجود في البايب لاين؟ طيب إحنا يعني يمكن أنا شايف الصورة جايبة المنطقة اللي أخليناها دي كان فيها أكثر من 540 منزل بألف وحاجة أسرة. دي الحتة نسميها السكر والليمون. ماشي. يمكن كان دولة الرئيس النهاردة بيقول دي المرحلة الأولانية الإكستنشن أو الامتداد بتاع سور مجرى العيون. حلو. طب والعمارات اللي احنا شايفينها الباقية دي هو أيوه. النهاردة إدى توجيهات وقال نبدأ ندخل فيها على طول المرحلة الثانية بتاعة المنطقة نفسها علشان يبقى كل السور وكل المنطقة اتطورت زي ما احنا عارفين. قبل كده لما زرنا مع بعض والنهارده كان في برضه زياره لدوله الرئيس في حدائق الفسطاط واحنا أيوه. زرناها قبل كده مع بعض صحيح. وعملنا عليها حاله كانت جميله ورحنا الخياله. ما انا بقول بقى اصبح لنا تاريخ يا فندم. يعني انا بتكلم ويمكن لو سكت انت هتتكلم اكتر مني دلوقتي. لا العفو العفو ازاي والله بجد. لا يعني ففعلا يعني المنظومه أو فكرة اللي هي إحياء القاهرة التاريخية وتطوير القاهرة عامة سواء القاهرة التاريخية باب زويلة درب اللبانة حول الحسين باب زويلة منطقة الحاكم كل ده مناطق احنا بنحييها. طيب وعندنا المنطقة بتاعت سور مجرى العيون واللي حصل في بحيرة عين الصيرة طبعا وبقية المشروع اللي هو حديقة المصارعة على 500 فدان الخيالة وشغالين دلوقتي في بطن البقرة الأرض فسطاط أيوه كل دي مشروعات إزاي قلب القاهرة وصورة القاهرة الكل القديم ده هيتحول مش لحاجة جديدة أو عمران جديد. لا ده احنا هنرسخ الأصل اللي هو القاهرة الإسلامية العمران الإسلامي العمارة الإسلامية اللي هي فقدت مع الزمن اللي احنا كنا فيه. فكل ده احنا بنحاول نرجع الماضي بنحاول نقول قاهرة 1930 أجمل مدن العالم إزاي نسترد اللقب ده تاني لقاهرتنا تاني. فده اللي احنا المرحلة احنا شغالين عليها بخطط بتتحط تتعمل بدءا من أركيديا ثم مثلث مزبيرو ثم ميدان التحرير بنعمل رياض القاهرة الخديوية ثم دخلنا على سيدة زينب روضة سيدة واحد روضة سيدة اثنين إن شاء الله في زيارة قريبة لدولة الرئيس هناك وبعد كده سور مجرى العيون الخيالة بطن البقرة ونمشي نقط 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 والنقط دي في الآخر هتلحم مع بعضها صح. عشان يبقى القاهرة كلها وصلت للصورة اللي احنا عايزين نوصل لها ازاي ان عشان بس ايه ونمشي فكرة ده احنا الناس هنطلع دائما احنا كلنا قارينا وكلنا قارئين جيدين جدا إن ما فيش عاصمة جديدة بتظهر غير لما بتقتل أو بتموت العاصمة القديمة. لا ده احنا بنقول ده احنا بنحيي العاصمة الأصلية بتاعتنا ما بنعملش زي التاريخ ما زمان كان كل عاصمة بتقضي على اللي قبلها. لا ده احنا بنحيي القديمة الأول والأصل ونطورها ونصرف عليها كتير ونعمل محاور وطرق وحاجات كتير جدا فيها وبنطور فيها ونعمل حديقة 500 فدان على مستوى عالمي. قليلا جدا لما تلاقي ان في حديقه على 500 فدان في العالم حاجات تتعدي ما هياش حاجات كتيره في العالم وازاي احنا نسوق لها دوليا ازاي نديرها اداره راقيه جدا واداره على مستوى عالمي عشان نجتذب استثمارات فيها ونسوقها عالميا. ازاي ان احنا بنقول ان بنعملها مراحل ازاي النهارده كان دوله الرئيس النهارده دخل المسجد عمرو بن العاص واكد ان صلاه الطريق هتبدا من اول يوم ان شاء الله في مسجد عمرو بن العاص ايوه وجنبنا الساحه بتاعت اللي زرناها مع بعض سوا رحناها سوا الساحه برضو تكون جاهزه ان شاء الله برضو قبل بدايه رمضان. فكل ده كان تاكيد لخطه معموله والمرور للتاكيد على نجاح البرنامج الزمني المحطوط والتاكيد على ان ما يمرش 2023 من غير ما المشروع نفسه يخلص. يعني في ظل كل حاجة بتدور في العالم هذه الأزمة إلخ 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 إحنا برنامجنا الزمني ماشي زي ما هو يا باشمهندس؟ إحنا دائما لما بنحط أي خطة الخطة بتاعتنا فيها خطة بديلة احتياطي حلو بس في الأساس في الأول وفي الآخر إزاي حافظ على السقف الزمني اللي أنا حاطه
السقف الزمني اللي انا حاطه ده ازاي مثلا ايه، احنا خدنا تكليف ان نهايه 2023 حدائق الفسطاط بتخلص، هتخلص 2023 رغم الظروف العالم اللي بتحصل والظروف الدوليه، ازاي احنا بنناور بالمواد بالمهام بالتصميمات بالعماله نفسها، احنا بنشغل العماله عندنا، جهاز التعمير هو الذراع التنفيذي لهذا المشروع، ازاي بيشغل الشركات المصريه ثلاث ورديات، كل ورديه 8 ساعات، بحيث احنا اليوم بثلاث ايام كده، فازاي نوصل للمعدل بتاعنا عشان نحافظ على السقف الزمني اللي احنا هنا. الموضوع مش وعود للقياده السياسيه، ده وعود للمواطن. احنا عندنا اللي بيرقصنا كلنا هنا هو المواطن، اللي هو احنا كلنا بنشتغل عند المواطن المصري اللي في الاخر عشان نوصل له الخدمه او الحاجه اللي يستحق انها تصل اليه. حدائق الفسطاط دي حاجه احنا عايزين تطلع للنور قبل نهايه 2023 علشان نقدر نقول نكافئ بيها نفسنا كمواطنين، حاجه نقدر نفخر بيها قدام العالم كله، ده نعمل حاجه على مستوى عالمي، وازاي يبقى ملحق بيها مشروع جوهره الفسطاط كمشروع سكني. اداه قدود يا باشمهندس والله، ويعني في النهايه كله في فايدة لنا جميعا كمواطنين، سواء إذا كنا من سكان المنطقة ولا قاهريين ولا مصريين بشكل عام، إن احنا يبقى في عندنا هذا الفخر. أنا بشكرك جدا باشمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضري. أنا أكتر واحد عاوز يرجع يقعد على المكتب، يعني أنا عندي غالبا إصابة ملاعب في ظهري ولا إيه، لكن شوف أقعد فكر كويس في ظل كل الأزمة اللي بتحصل في العالم واللي ليها انعكاسات علينا، وزي ما قال المهندس خالد صديق احنا مش هنتأخر عن جداولنا الزمنية في أي حاجة. ده واحد. اتنين، صحيح عادة عندما تقوم مدينة كبرى جديدة علشان تبقى اسمها العاصمة الجديدة هنا ولا هناك، مش بس عندنا، فبيتم إهمال العاصمة القديمة. وزمان لما الرئيس أعلن عن العاصمة الإدارية الجديدة كله قال لك بس يبقى خلاص كده القاهرة بتاعتنا هتضرب تقلب وهتضيع وما إلى ذلك. اللي شفناه كان الحقيقة العكس تماما، مش بقى أنه القاهرة ما تثبتش وحافظنا على الموجود أو على شكلها كما هو خالص، ده احنا اشتغلنا أنه القاهرة تستعيد مجدها القديم. كان من السهل وفي أفضل الأحوال مش أنها تترك للإهمال، لا 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 خالص، حافظ عليها بقى، يعني خليها زي ما هي كده بس لصمها. احنا ما عملناش كده، احنا اشتغلنا وكأن عمليا بنبني القاهرة من أول وجديد، وده اللي حضرتك شفته عند متحف الحضارة، وده اللي حضرتك شفته عند عين الصيرة، وده اللي بتشوفه دلوقتي عند مجرى العيون، ده اللي شغال فيه اسمها ايه دي، كنت لسه بقول للبشمهندس خالد بطن البقرة، شفنا الفسطاط وقاعدين عمالين بنشتغل، وشفنا في مثلث ماسبيرو برضو رحنا صورنا، وهكذا. القاهرة هتستعيد رونقها كواحدة من أجمل مدن العالم. كل القصة اتقل انت بس. فاصل ونكمل الكلام. وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، يواصل قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن مسيرته في تقديم العديد من الخدمات والفعاليات التي تخدم المواطنين في كافة أنحاء البلاد. واليوم يصل قطار الحزب إلى محافظة الفيوم، حيث بدأت الفعاليات باستقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لقيادات حزب حماة الوطن بمبنى المحافظة، وتبادل الجانبان سبل التعاون المشترك في إطار التنمية الشاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. اليوم موجودين في محافظة الفيوم اللي بنعتبرها بداية الطريق يعني إلى باقي المحافظات إن شاء الله. محافظة الفيوم بنكن ليها اهتمام كبير جدا، لأنها من المحافظات اللي محتاجة دعم على كافة مستويات الخدمة المجتمعية. الثقة اللي احنا يعني شايفينها من قدرات الحزب ومصداقية عمله، هو ده اللي بيخلينا نبقى واثقين ان احنا الدولة لوحدها او الجهاز التنفيذي لوحده مش هيعرف يعني يشتغل على المستوى القاعدي على مستوى المواطنين
من غير المشاركة السياسية من الأحزاب اللي لها دور إيجابي في فهم احتياجات ومتطلبات المواطنين. حزب حماة الوطن افتتح أيضا مقر أمانته الجديد في محافظة الفيوم، وذلك بحضور الفريق جلال هريدي رئيس الحزب، بالإضافة لعقده اجتماعا موسعا مع كافة القيادات التنفيذية بالحزب لمناقشة آليات تمكين المرأة والشباب ورعاية المواطن وغيرها من الملفات. الحزب ليه دور ودور ملموس في ظل الظروف الحالية التي تواجه الدولة المصرية، شأنها شأن باقي دول العالم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وما تقوم به القيادة السياسية من اتخاذ قرارات تمشي جنبا إلى جنب مع ما يقوم به الحزب من مشاركة وجدانية لأبناء هذا الوطن. الحزب افتتح كذلك في جولته بالفيوم مركز الأمل 16 بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، لتقديم خدمات في التعليم والحرف اليدوية والتسويق. بالإضافة لتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم، فضلاً عن تخصيص فصل لمحو الأمية لكبار السن. قرب تحقيق الأمل بتاعنا، أمل 100 مركز إن شاء الله في خلال السنة دي بإذن الله، إن شاء الله هنكون فتحنا 100 مركز بيدعم 100 محافظة وقرية ومدينة في مصر. لأن إحنا دلوقتي لما بيجي من المدرسة يقول لي يا أمي أدي، أنا مش عارفة إن أنا أقولها له، فأنا من جوايا بصراحة نفسيتي بتتعب، فأنا بصراحة نفسي إن أنا أتعلم، أنا مش عايزة إن أنا أتعلم بس. إحنا بنعمل فصول تقوية لأولادهم في السوق، بنحاول إحنا نقلل كمية منبع الأمية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية عن طريق غلق المنبع نفسه اللي هو التسرب من التعليم. أمنية حياتي إني أتعلم، نفسي أمسك الكراسة كده وأتعلم نفسي. في نهاية اليوم اختتم وفد حزب حماة الوطن جولته في محافظة الفيوم باحتفالية هدية الرئيس لزواج عدد كبير من المستحقين الأيتام، بحضور ما يقرب من 3000 من أهالي القرية والقيادات الحزبية والتنفيذية. بوجه شكري لسيادة الرئيس ومتشكرين قوي يعني على كل اللي عمله معانا. النهارده انا فرحانه جدا عشان حاجتين، عشان يعني الحمد لله حلمي اتحقق، وان في نفس الدرجه الحمد لله عشان جوزي معايا. احب اوجه الشكر للمسؤولين عن الحفل ده، حزب حماة الوطن، بشكرهم شكرا جزيلا. ويستمر حزب حماة الوطن في رحلاته في ربوع مصر لتنفيذ رؤيته نحو التنميه وتقديم افضل الخدمات لجميع المواطنين. مبدئيا انا مبسوط جدا بالتقرير ده، جدا عجبني، يعني من الحاجات الحلوه كده اللي تخش الدماغ كده وتبسطني. الحاجه التانية لما كانوا جايبين الجزء بتاع احتفاليه الافراح بتاعه الناس في اخواتنا واهالينا في الفيوم، فانا كنت بسقف مع المزيكا اقول لي هنقطع عليك، قلت لهم ما تقطعوا انا بعمل حاجه وحشه، ده انا فرحان بفرحه الناس يعني. طيب خلوني اخد معانا على التليفون سياده النائبه ميرال هريدي امين التعليم بحزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب. اهلا 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 يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك معالي النائب؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله والشكر لله. ايه الشغل العظيم اللي احنا شفناه في التقرير ده؟ الله يخلي حياتك يا فندم، ده يعني ده مصر تستحق، مصر تستحق وتستحق اكتر من كده. والشغل دوت اذا كان حزب حماة الوطن تبناه واخده على عاتقه فده من منطلق توجه القياده السياسيه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله يا فندم الشغل فعلا اصله يستحق الاشاده، لانه انا لاحظت انه في اكتر من زاويه اشتغل عليها الحزب، بس انا كان لافت لنظري جدا جدا مساله مراكز الامل ومساله التدريب من ناحيه والتعليم ومحو الاميه وما الى ذلك، وانا عايز اعرف اكتر عن هذا البرنامج لو صح التعبير يا سياده النائبه.
حاجه استراتيجيه حزب حمايه الوطن تكون السبب الرئيسي لاي مشكله بنواجهها. زي ما المولى عز وجل بيقول لنا في كتابه الكريم وضعنا لكل شيء سببا فاتبع سبب. فاحنا لما بنيجي اي مشكله وبنواجهها بنشوف ايه السبب الرئيسي ليها. يعني مثلا من ضمن اسباب محو الاميه ان في العهود السابقه لم يتم حل هذه المشكله وتبنيها وتوليها بشكل جدي وفعلي، ما كانش في عندهم الاراده الفعليه ان هم يمحوا اميه الاصريين. لكن وقتها هذه الاراده مع القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فلما بيجي علشان خاطر تحل حضرتك المشكله، اي مشكله ان كان لازم تبص لها بطريقه بمنهج علمي، وده اللي بيتبعه حزب حماه الوطن. يعني لو جينا مسكنا مثلا مشكله محو الاميه، في الاول انت لازم تقسمها لثلاث مراحل: مرحله ما قبل محو الاميه، مرحله محو الاميه، مرحله ما بعد محو الاميه. ما قبل محو الأمية، أي نوع من الأمية حضرتك عايز تعالجه أو عايز أنك أنت تمحي وجوده من المجتمع المصري؟ هل هي الأمية الأبجدية؟ هل هي أمية الهوية؟ أمية المعرفة؟ الأمية المهنية؟ الأمية الوظيفية؟ كل الأشياء دي بيبقى لها استراتيجية وطريقة معالجة مختلفة، وده اللي بنعمله أمانة التعليم بحزب حماة الوطن بتعمله. لما نيجي احنا نحقق الاحتياجات التعليميه للجميع، هي دي مرحله ما قبل محو الاميه، هدفها تحقيق الاحتياجات التعليميه للجميع وتهيئه المناهج المناسبه لمحو الاميه ايا كانت نوعها. بنيجي بعد كده بعد ما بنحددها بنخش في مرحله محو الاميه. طيب محو الاميه دي انا همحيها ازاي؟ بتشمل جميع جهود محو الاميه لاكتساب مهارات الاتصال الاساسيه. يعني انا لازم ابقى متصله، يبقى في اتصال، في ود، في اتراكشن، في اتنشن بيني وبين الطالب او المصري او المواطن المصري ان انا همحي اميته. وبين مهاراته انا لازم ادرسه، لازم ادرس تكوين شخصيته ايه؟ ايه المهارات اللي بيمتلكها وايه المهارات التي يفتقدها؟ لان من خلالها، من خلال دراستي ومعرفتي بيها حالا انا هؤهله يبقى انسان سوي، ليه دور في المجتمع اللي بينتمي اليه، ليه مهنه او ما يتطلبه سوق العمل. وبشوف الجوانب الثقافيه العامه اللي ازاي ان هو يقدر يتقبل اي متغيرات في المجتمع، ازاي ان هو ما يبقاش فريسه لاي اثار سلبيه، ازاي يبقى هو عنصر ايجابي وليس عنصر سلبي. بعد كده انا محيت اميته، اديت له احتياجاته، اديت له احتياجات المجتمع، ما بسيبوش بشوف ما بعد الاميه، هل اللي انا عملته دوت كان صح ولا عايز تصويب ولا عايز اعاده توجيه؟ لان زي ما حضرتك تعلم وكلنا نعلم ان الحاجه الوحيده اللي ثابته في العصر اللي احنا فيه هو التغيير. المتغيرات حولنا كثيره جدا، سواء كانت في التكنولوجيا وفي اشياء اخرى كثيره. فانا حتى لو كنت محيت اميته الرقميه، اميته التكنولوجيه، فالتكنولوجيا متغيره، فلازم ان انا اديله التدريب واعاده تحويل وتاهيل للتكنولوجيا الجديده. احنا دلوقتي منتشر عندنا الارتفيشال انتليجنس، الماشين ليرنينج. طيب الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس ديت هتضطر ان انا اعتمد على الاله اكتر من الانسان. فانا لازم اعلمه ازاي هو يسخر الاله دي ويستخدمها، بحيث ان الاله تفضل محتاجه للانسان ده ومحتاجه لوظيفته. دي طريقه التفكير اللي عندنا في حزب حماه الوطن من خلال امانه التعليم، وده التوجه بتاعنا. المساله واضح انه في بحث حقيقي للمشكله، الوصول لجذورها، بحث في كيفيات الحل وطرقه المختلفه، ووضع منهجيه شديده الوضوح للحل. دي طريقه شغلنا في حماه الوطن يا فندم. اي شيء لمنهجيه، لدراسه، لتحليل، معرفه الاسباب عشان تعرف تحط الخطه الاستراتيجيه السليمه. لإلا وبعدين خلي بال حضرتك من حاجه يا فندم، الخطه الاستراتيجيه حتى ايفن اللي حضرتك حطيتها فلازم تبقى خطه متغيره برضه. طبعا. لان في متغيرات حواليك. اكيد. لو انت حضرتك فضلت ستاتيك مش دايناميك خلاص، يبقى انت مش هتقدر تحقق الحلم او الامل او الهدف اللي انت تنشد له. فلازم تبقى حضرتك متغير
حصل تغير الداخلي والخارجي، ولازم تؤهل انت عندك طاقة بشرية. يعني احنا بنفكر في حزب حماة الوطن ازاي نحول النمو السكاني والتعداد السكاني ده بدل ما هو ازمة يتحول لثروة، لثروة الثروة الهيومن كاباسيتي. الهند عندك حضرتك الاقتصاد بتاعها بيعتمد على اقتصاد العقول، هو بيع العقول فعلا. يعني هم انت عند حضرتك الهنود كتير جدا بيشتغلوا في جميع دول العالم ومتفوقين. عندك رئيس الوزراء مثلا في انجلترا ما هو هندي، واخد بال حضرتك؟ فده بفضله ايه؟ انك التقدم الذهني والعقلي وطريقه التفكير. صدقني استاذ يوسف، احنا في الدوله المصريه يمكن تفاجئ حضرتك بالتصريح اللي هقوله ده، احنا لا نعاني من اي مشكله بتاتا الا مشكله واحده هي سبب المظاهر اللي احنا شايفينها، طريقه التفكير. لو غيرنا طريقه التفكير مش هنلاقي اي مشكله عندنا. لو غيرنا طريقه التفكير في الانجاب، لو غيرنا طريقه التفكير في طريقه الاكل والغذاء مش هنلاقي اي مشاكل صحيه. لو غيرنا طريقه التفكير في التعامل مع الاخر مش هنلاقي اي نزاعات ولا خلافات. طريقة صحيح. التفكير ازاي؟ انا هدفي في حزب حماة الوطن هدفنا جميعا اللي احنا نحول المواطن المصري من شخص بيعتمد اعتماد كلي على الدولة المصرية، مستني الدولة هي اللي تديله، الى شخص نفسه وعلى مهاراته وهو اللي بيسمع من نفسه وهو اللي بيعلم نفسه، واخد بال حضرتك؟ عارف هو في المستقبل عايز يبقى ايه، فايه الخطوات اللي يتخذها عشان خاطر يوصل للهدف بتاعه. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا 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 معالي النائبه ميرال الهريدي امين التعليم بحزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب. خلوني كمان اخد معانا على التليفون وفي ظل نفس الموضوع وفي نفس ذات الاطار سياده اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن. اهلا 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 بيك يا فندم. اهلا اهلا معالي النائب. ازاي الصحه يا فندم؟ تحياتي لحضرتك ونصره البرنامج والقناه الاولى طبعا اللي بنعتز بيها. منورنا يا فندم ومشرفنا. يمكن احنا حالا واحنا بنتكلم مع سياده النائبه ميرال هريدي في جمله لفتت نظري، وهنا اعتقد ان انا محتاج استفهم اكتر عن الجمله دي، ان كل مشكلتنا في قدرتنا على تغيير طريقه تفكيرنا احنا المواطنين. اللي انا شايفه من الحزب انه بيشتغل بفاعليه على ده، وخدت بالي ان احنا بنتكلم ان احنا عاوزين مراكز الامل تبقى اكتر من 100 مركز باذن الله، وده يعتبر التارجت القصير بتاعنا مش التارجت الطويل، مش كده؟ ممكن يبقوا 1000 مركز او حاجه طبعا ان شاء الله يا رب. يعني ادي فكره حضرتك عن فكره مركز الامل دي، وكلمه مركز الامل ده توجيه من سيادة الرئيس بصورة غير مباشرة لما حضرته فتح من عامين محور شينزو أبي في عزبة الهجانة، وأطلق على العزبة دي قال أنا هسميها مدينة الأمل، وفعلا بقى اسمها مدينة الأمل بدل كلمة سيادة الرئيس وجه للدولة عموما، قال احنا عايزين نهتم بالناس دي، عايزين نهتم بالناس دي، وخلاص الشريان اللي فتح تقدروا توصلوا للناس الموجوده في عزبه الهجانه اللي كانت صح عشوائيه. احنا في خلال 48 ساعه والله الحمد حزب حماة الوطن فتح اول مركز للامل للخدمه المجتمعيه، يقدم خدمات للمراه المعيله، تشغيل وتوفير الخامات والتسويق، وفي نفس الوقت فصول للتخاطب وخدمات صحيه وخدمات تعليميه وخدمات توظيفيه، حاجات كتير جدا جدا. وابتدى الحزب ينطلق لجميع المحافظات، فاتحين حتى الان 25 مركز، واليوم فتحنا مركز اللي في الفيوم رقم 16. ده رقم ما مش هو رقم 16، ده رقم وزع على المحافظات، ده رقم المركز في المحافظه، رقم المركز في المحافظه 16. مش احنا وصلنا ل 16، لا احنا عدينا ال 25 ولله الحمد، وبنستهدف خلال هذا العام 100، وبنوصل ان شاء الله لجميع قرى حياه كريمه. مع انتهاء جميع قرى حياه كريمه هتكون ان شاء الله واصلين زي ما حضرتك بتقول كده بالالف واكثر، ده كده هيبقى 4500 يا سياده اللواء. 4000 بالظبط ان شاء الله نوصل لقرى حياه كريمه بالكامل،
وممكن قريه تكون بتخدم على قريه تانية. يعني احنا هنوفر الخدمات، يعني القريه اللي احنا فتحنا دي فيها ديت بتخدم كذا قريه جنبها، لان هي بتخدم كذا اسره معيله بالظبط، تقريبا حوالي 100 اسره معيله، وال100 اسره بيشغلوا اكتر من 100 زيهم من المنتجات اللي بيتم تشغيلها. المركز ده فيه خدمات اخرى غير الخدمات التشغيليه، فيه خدمات فصول تخاطب للاطفال ذوي القدرات بتساعدهم على تنميه مهاراتهم، في فصول لباحه الاميه زي ما معالي النائبه ما ذكرت، في فصول للتوعيه الاسريه. كل ده ان شاء الله بيتم وبنوفر كل حاجه للمواطن بدون ما نحمله اي اعباء، حتى التسويق علينا والخامات كل حاجه علينا. انا شايف في التقرير الشكل والعدد الكبير جدا من ماكينات التشغيل والسيدات والبنات وذوي الاحتياجات الخاصه كله بيشتغل بجد جدا. و يعني انا اديت تكليف حتى قبل ما اروح باسبوع، قلت لهم انا عايز للحزب، عايز 5000 تيشيرت للحزب وعايز 5000 كاب للحزب للمركز ده، واديتهم الفلوس بتاعتها يعني من غير حتى ما نشوفهم يعملوا ايه، عشان اساعد واخلي المركز ينتج. وفعلا في اقل من ايام بسيطه كانوا انتجوا هذه الكميه، وبيشتغلوا على منتجات كتير جدا عشان نقدر نساعد الناس ونسوق لهم المنتج. الحاجه الثانيه زي ما حضرتك شايف طبعا احنا عملنا عرس جماعي ل 32 عروس. هذا العرس طبعا كان فيه يعني عدد كبير، اعتقد لا يقل عن 4000 من اهالي العرسان الموجودين. احنا اخترنا العرسان دول بعنايه، دول كلهم من الايتام، لان احنا بنقف جنب الايتام ولازم نساعدهم في كل الاحتياجات اللي محتاجين بيها في تجهيز واعداد مستلزمات البيت. وجبنا لهم هديه السيد الرئيس، وهي اجهزه منزليه كامله للبيت عندهم. انت عارف في القرى بيهتموا جدا بالاجهزه المنزليه قوي، محدش بيدخل غير بالاجهزه المنزليه كامله وزياده كتير. لا احنا بقى بنعلمهم ثقافه ان انتوا الاجهزه اهي عندكم، وبنغير الثقافات، 2 بوتاجاز و2 ثلاجه والكلام اللي كان بيحصل زمان ده، لا الاجهزه بتاعتك وبتاعت بيتك واحنا موفرينها بالكامل وبدون اي اعداء لحضراتكم. وانا بنفسي دخلت المخزن عشان اتاكد من امين المحافظه عندنا ان في اجهزه موجوده لكل ال 32 عروسه وعريس، وفعلا شفتهم وصورناهم، الاجهزه موجوده في نفس مركز الامل اللي احنا موجودين فيه دوت اللي احنا بنصور فيه. ده يعني توجه من الحزب ان شاء الله هيبقى شهريا، هيبقى فيه عرس جماعي زي كده في كل محافظه، وان شاء الله يبقى اكبر عدد نقدر نقدم لهم مستلزمات الجواز، وهتكون ان شاء الله هديه السيد الرئيس لهم باذن الله. باذن الله ربنا يوفقكم حقيقي، يعني جهد الحقيقه تشكروا عليه جدا الى ابعد الحدود. كل الشكر لسياده اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن. تيجي الدوله تشتغل، ده دلوقتي بقى تشتغل وتعمل مشروع ضخم اسمه حياه كريمه، تبدا حياه كريمه تحط ايدها على المشكلات. خدت بالك احنا واحنا بنتكلم معاه سياده النائبه ميرال الهريدي، تحطيتوا ايدكم على المشكله، عرفت اصل المشكله فين وجذورها، بداتوا تشتغلوا عليها؟ قالت لي طبعا وده لازم. بدات حياه كريمه لما تم اطلاق المبادره يحطوا ايديهم على المشكله، تعالى نعمل الحصر، تعالى نعرف مشكله كل بقعه من بقاع هذا الوطن مشكلتها ايه او مشاكلها ايه اذا كانت اكتر من مشكله، ونبدا نشتغل عليها. فنجد انه مثلا في 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 اسمه ايه ده، اقول معايا، في قريه نجع جبران في منطقه نجع جبران تحديدا في اسوان، من ضمن المشاكل هي الكهرباء. فبداوا الناس لما دخلت لهم الكهرباء فرحان بقى، ما انا بقالي 35 سنه 40 سنه ضلمه، اذبح الذبايح وفرح الناس. الناس فرحت. طيب خلينا ناخد معانا بعد اذن حضراتكم الدكتور محمد صلاح منسق عام حياه كريمه باسوان. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله بخير. اقدر اقول لك بمل والفم كده، يادي النور يادي النور، حياه كريمه نورت نجع جبران، مش ده اللي حصل؟ نجع جبران واحده من انا معاك يا دكتور كانت محتاجاها اهالينا.
نجا جبران واحدة من المبادرة الرئاسية القديمة، ويمكن الاستماع لمشكلات وتحديات أهالينا داخل القرية كان أساس تنفيذها. فتم البدء بجلسات مجتمعية استهدفت الاستماع للمشاكل المختلفة، وكان من ضمنها افتقاد القرية للكهرباء. وبالفعل يمكن في خلال الأشهر تم الانتهاء من توصيل الكهرباء، أعمدة، محولات كهربائية، أسلاك كهربائية، إضاءة. تحولت القرية لفتحة غامرة بسبب وجود كهرباء افتقدتها القرية لمدار سنوات طويلة. دكتور محمد، هو الشبكة الأخبار الخط عمال بيروح وبيجي. طيب خليني هنا هرجع على نجع جبران مرة تانية، وعلى المسألة بتاعت من وقت ما حطيتوا إيدكوا على المشكلة وخدتوا قرار إن نجع جبران تنور. أولا ده خد وقت قد إيه وتكلف قد إيه يا دكتور؟ نجع جبران طبعا يعني احنا بدأنا فيها في 2021، تم الانتهاء منها في نهاية في الاستماع لأهالينا داخل نجع جبران، وتم الانتهاء فيها. تم توصيل الكهربائية و15 كيلو من المواصلات إضافة ل 60 كشاف ومحولات كهربائية إجمالي المشروعات اللي تم تنفيذها، تم تنفيذ يمكن في عدد نجع جبران بس يمكن اتنفذت كمشروعات كهرباء 86 مشروع من مشروعات الكهرباء في قرى محافظة أسوان ككل. تم تنفيذها بأكثر من 4 مليار جنيه، وده طبعا مبلغ كبير جدا جدا من ضمن المشروعات الهامة اللي كانت بتهم أهالينا بشكل كبير جدا ده قرى المغادرة. ده أكتر من رائع. خليني أول أشكرك يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد صلاح، منسق عام حياة كريمة بأسوان. 86 مشروع في أسوان بس، التكلفة تقريبا حوالي 4 مليار جنيه، علشان الناس تعيش كويس، عشان الناس تعيش بالفعل حياة كريمة. بي بي سي أوقفت جاري لانيكر. جاري لانيكر واحد من أهم المذيعين على بي بي سي، لعيب كرة شديد الأهمية، واحد من أغلى المذيعين اللي موجودين في دولة التاج البريطاني. ليه جاري توقف؟ جاري توقف علشان اعترض بس على سياسة الحكومة الخاصة باللاجئين. ما حرضش ضد حد، لا قال اقتل ولا قال احرق ولا قال اخطف ولا قال دمر ولا قال اهدم ولا حاجة خالص. هذا الرجل اعترض على السياسات الجديدة للحكومة البريطانية الخاصة باللجوء السياسي في بريطانيا. طيب جدير بالذكر ان السياسات الجديدة دي بتقول يا جماعة اي حد هيخش بريطانيا بشكل غير قانوني، خد بالك مش مثلا خد الفيزا ودخل، دخل بشكل غير قانوني ودخل الاراضي البريطانية ثم طلب اللجوء، لا مش هنديله لجوء. حلو، بل يكاد يكون الموضوع وكأنه موجه ناحية شعوب بعينها، شعوب عربية بالتحديد. الأخ جاري قال رأيه. بدأ مجموعة من المحللين والرياضيين والمذيعين هم كمان يأيدوه في رأيه، فما كان من بي بي سي إلا أنها أوقفت هذا الرجل صاحب الشعر الأبيض. وهنا أصبح في موجة عارمة من الغضب تضامنا مع جاري. خلونا نفهم أكتر تاني بقى، لازم نفهم أكتر ونفهم أكتر من الناس اللي فاهمة الوضع ده كويس جدا، ومن داخل الأراضي البريطانية وتحديدا من العاصمة أو المدينة الأكثر حيوية في العالم، The most vibrant city لندن. معانا الأستاذة منال لطفي المحللة المختصة بالشأن الأوروبي ومراسلة الأهرام في بريطانيا. أهلا بك يا فندم.
مساء الخير استاذ يوسف والمشاهدين الكرام. مساء النور استاذ منال. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى مع جاري؟ ايه اللي حصل من بي بي سي؟ ايه الاسباب التي دعت الى ايقاف شخص اعترض على سياسات معينه؟ اعتقد انه اكثر سبب لتفاقم الازمه انه البي بي سي ربما تسرعت في وقف جاري لينيكر. كما تعلم في البي بي سي، البي بي سي هيئه اعلاميه يمولها دافع الضرايب البريطاني. صحيح. ولانه دافع الضرايب البريطاني بيمول البي بي سي، ميزانيه البي بي سي في السنه حوالي 5.5 مليار جنيه استرليني. هذه اموال باهظه، وبالتالي دافع الضرائب يتوقع ان تكون الخدمه فيها الكثير من الحياد والموضوعيه. ما قام به جاري لينيكر لا يتناقض مع ذلك بالضرورة. في سياقات تانية كان يمكن بكل بساطة أن تمر الأزمة، لكن المشكلة أين؟ أنه البي بي سي تحت ضغط كبير في الآونة الأخيرة، تحت ضغط مالي، والجميع يعلم أنها قامت بإغلاق الكثير من الخدمات باللغات المختلفة منها اللغة العربية، الراديو على سبيل المثال تقلص تماما، وكذلك التلفزيون. إذن هناك أزمة مالية بالبي بي سي، هناك أيضا ضغوط سياسية عليها من حزب محافظين الحاكم الذي يعتقد أو يرى أنه سياسات الهجرة الجديدة سوف تكون منصة انطلاق لانتخابات العامة في 2024. إذن الحكومة في بريطانيا كانت لم تكن تريد أن يأتي إليك، كما تفضلت، لاعب كرة شهير جدا وله احترام كبير وينتقد سياسة الحكومة فيما يتعلق بالهجرة واللجوء، لأنه الحكومة تريد أن تكون تلك السياسة منصة أساسية في انتخابات 2024. وبالتالي تسرعت البي بي سي وقامت بوقف جاري لينيكر، لكن هذا الوقف مؤقت. أعتقد أنه البي بي سي تدرك أكثر من غيرها أنه الشارع البريطاني يرى أنه حتى وإن تجاوز لينيكر فكرة الحياد، إلا أنه ربما عبر عن قطاع واسع في الرأي البريطاني أو في الشارع البريطاني، كما أيضا تفضلت أستاذ يوسف، أنه موضوع الهجرة موضوع إشكالي، موضوع معضلي في الكثير من النواحي الأخلاقية والمالية، ويحتاج إلى نقاش، ومن حق جاري لينيكر أن يعبر عن رأيه. هذا باختصار الإطار العام لتلك الأزمة المتفاقمة مع البي بي سي ولينيكر والحكومة البريطانية. طيب أستاذة منال، يعني صححيني لو أنا غلطان، جاري لينيكر عبر عن رأيه عبر منصات التواصل مش عبر الشاشة أو عبر موجات الإذاعة البريطانية، فلماذا تسرعت بي بي سي كل هذا التسرع حول اتخاذ قرار بشأن رجل لم يعبر عن رأيه على منصتها الرسمية؟ لأنه جاري لينيكر لديه على تويتر نحو 9 مليون أو تحديدا 8.8 مليون متابع، يعني هذا أكبر من توزيع الجارديان مثلا بست سبع مرات، أكبر من توزيع الفاينانشال تايم. وبالتالي وإن كان كما تفضلت لم يعبر من خلال منصات البي بي سي أو على الهواء، إنما عبر من خلال التويتر، لكنه يظل شديد التأثير. وفي بريطانيا في الآونة الأخيرة الكثير من لاعبي الكورة لديهم مواقف سياسية. نحن الآن في عالم مختلف تماما، أنت تعرف ماركوس راشفورد لاعب الكرة في مانشستر يونايتد. ماركوس راشفورد أيضا والدته من الكاريبي، جاء مهاجرا وهو مهتم جدا بقضايا الجوع والفقر في بريطانيا، وكان مصدر صداع أساسي لبوريس جونسون عندما كان بوريس جونسون رئيس الوزراء. إذا نحن الآن في عالم مختلف، ربما لا تقوم المعارضة البريطانية حزب العمال المعارض بالتحدث بصراحة في موضوع اللجوء والهجرة، لأن هناك دعم كبير لتقييد الهجرة في بريطانيا، لكن لاعب الكرة والمثقفين والسليبرتيز، لكن خاصة لاعب الكرة، يعني جاري نيفيل، راشفورد، جاري لينيكر، يقومون بالكثير من التدخلات عبر مواقع التواصل، وكل واحد منهم عنده على الأقل 5 مليون متابع. يعني جاري نيفيل كان يتحدث قبل أيام عن رواتب الممرضات. تأثير هذا التأثير من السليبرتيز مهم جدا. وأنا أيضا أتذكر أنه عندما أراد أميرة ويلز وأمير ويلز كيت ويليام بدء الإيرث شوت هذا البرنامج الخاص لهم لمكافحة قضايا البيئة والمناخ والاحتباس الحراري، استعانوا بمن في الطبعة الأولى أو في أول نسخة من الإيرث شوت؟ استعانوا بمحمد صلاح لأنه عنده 18 مليون فولور. إذن في بعض القضايا صوت الرياضي قد يكون مخيف للحكومة أكثر من صوت المعارضة الحقيقية، بالذات أن المعارضة البريطانية في موضوع الهجرة واللجوء أخذت موقف ربما تقني أو في إجرائي، عارضت بعض النقاط الإجرائية، لكن لم تعارض الجوهر الأخلاقي لفكرة
هذه السياسة المتشددة أن يتم أخذ كل اللاجئين من بريطانيا أو طالبي اللجوء وإرسالهم إلى رواندا مع أطفالهم بدون أي خيارات أخرى. ربما هذا يعطي برضو شيء من لماذا يتعاطف الشارع البريطاني مع جاري لينكر، حتى هناك الكثير من الناس التي كانت حول منزله معها لافتات دعم، قدمت ورود، يعني ليس بالضرورة دعما ليس له حدود لجاري لينكر، لكن تعاطف أنه ما عبر عنه من حقه كما تفضلت أن يعبر عنه، ومن حق بي بي سي أن تتمهل وأن تكون غير مندفعة في مواقبته على موقفه. ده هيخليني بس أطلع بره بقى قصة جاري نفسها أو جاري لينكر نفسها إلى ما هو أكثر عمومية. بعد حضرتك كمتخصصة في الشأن الأوروبي يا أستاذ منال، بتشوفي أنه الحكومات الأوروبية مؤخرا وتحديدا يعني كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أكثر تشددا مع مسألة اللاجئين، أصبحت أكثر انغلاقية، أصبحت بتنتهك سياسات لو صح التعبير يعني أكثر قومية؟ بالتأكيد، ويمكن بمتابعة هذا بكل وضوح من الخريطة الانتخابية في أوروبا. وأنا أحييك على السؤال، لأنه الجرائد عندما مثلا في بريطانيا جريدة الجارديان بروجريسيف تقدمية جدا الجارديان، لكن الجارديان لا تعبر عن رأي الشارع البريطاني العادي أو حتى الشارع الأوروبي العادي. يعني في بلاد طبعا كلنا بنعرف أنه في ألمانيا مثلا تم انتخاب اللي هو Alternative for Deutschland أو الحزب البديل لألمانيا، حزب يميني متطرف في البرلمان الألماني. في فرنسا عندما يخرج ماكرون من السلطة هناك احتمال كبير جدا أن تنتخب فرنسا رئيس من اليمين القومي. في إيطاليا لدينا جورجيا ميلوني. في السويد، طب من كان يتصور السويد دول اسكندنافيا عادة ليس فيها حضور قوي لليمين القومي الأوروبي. بالتأكيد هذا يفترض، لكن في واقع الحال أيضا في البرلمان السويدي تم لأول مرة انتخاب ممثلين من اليمين القومي المتطرف كما تم في هولندا أيضا وفي بلجيكا. إذن أوروبا في مرحلة عصيبة جدا، يعني هناك أزمات كبيرة، هناك وضع اقتصادي يتغير بسبب الحروب، بسبب أن أوروبا تشعر أنها معزولة. ودعني أقول لك أن أوروبا لديها الآن انطباع أنه أمريكا تخطط لأمريكا، يعني بايدن يسير على فكرة ترامب أنه أمريكا فيرست. يعني ما يفعله الآن بايدن يتخذ الكريد من الإجراءات التجارية والاقتصادية التي تضر أوروبا، ويبيع صحيح الغاز لأوروبا بأربع أضعاف ما كان يبيعه فلاديمير بوتين لأوروبا. وبالتالي أوروبا في مزاج عكر، يعني أوروبا في مزاج عكر ومضطرب ومستاء ولا تدري أين لمن تذهب حقيقي. يعني هناك بعض الأوروبيين يعتقدون أنه ربما يكون العلاقات مع الصين تشكل على أقل مخرج اقتصادي، لأن أوروبا تحتاج إلى خريج اقتصادي حاليا. صحيح صحيح، لنا حديث طويل أرجو ذلك يا أستاذة منال. كل الشكر ليكي، يعني عبر الهاتف كانت تحدثنا الكاتبة الصحفية الأستاذة منال المتخصصة في الشأن الأوروبي وأيضا مراسلة الأهرام في بريطانيا. خريطة العالم فعلا بتتغير، على المستوى الاقتصادي بتتغير، على مستوى التكتلات والقوى السياسية بتتغير، على مستوى مركزيات اتخاذ القرار العالمي الخريطة بتتغير. مش بعد انتهاء أو قل تهدئة يوم من الأيام، اللهم أمين تبقى قريبة، ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن وإحنا ماشيين وإحنا بنتكلم دلوقتي كل هذه الأمور بتتغير وصولا إلى شكل جديد تماما في العالم. حتى عواصم اتخاذ القرار العالمي هتشوف إنها هتتغير، ده لو ما كانتش اتغيرت. خلونا نروح للفاصل ونرجع بقى نتكلم شويتين على مسألة أين كنا وكيف أصبحنا، البطالة، العبء الأكبر على مسيرة التقدم، احنا بقينا فين؟ استنونا بعد الفاصل. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ شوف المركز الاعلامي مشكورا جدا، وده حقيقي بقى، لانه دي بالذات من اكتر الحاجات اللي عجباني خلال الاسبوع ده. اه والله، اللي هي موضوع البطاله ده.
المركز الإعلامي الحقيقة أصدر لنا تقرير رائع جدا ضمن سلسلة أين كنا، سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا. بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم على سياستنا في إيه؟ الجمهورية الجديدة. علشان إيه؟ علشان نقلل نسب البطالة ومعدلات البطالة عندنا في مصر. بص يا مولانا، الصفحة الأولى هي الشهادات الدولية، الناس قالت علينا إيه زمان وبيقولوا علينا إيه دلوقتي. إحنا واخدين إيه، أو المركز الإعلامي مشكورا واخد إيه؟ واخد البنك الدولي، وواخد أكسفورد بيزنس جروب أو مجموعة أكسفورد للأعمال، وواخد UNDP ده التقرير التنمية البشرية بتاع الأمم المتحدة، وواخد منظمة العمل الدولية. كلهم دون استثناء بيتكلموا عننا زمان. من الآخر كده بالكلمة اللي قالتها منظمة العمل، يعني الكل قايل الجملة دي تقريبا أو مفادها أو معناها، إن بطالة الشباب في مصر مصدر قلق رئيسي خصوصا في أعقاب 2011، وإن ده بيسلط الضوء على إشكاليات رئيسية، أولها انخفاض مشاركة الشابات في القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة، تانيها يتعلق بنوعية الوظائف المتعلقة أو المتاحة بالشباب. هتلاقي أنه إحنا في الفترة بتاعة 13 أو 12-13 معدلات البطالة بتاعتنا كانت 13%، أما سنة 16 نزلت حبة ل 12.6%. وصلنا لإيه؟ الكل أجمع ما أصبحنا عليه في أنه في العام المالي بتاعنا 23-24 7% بطالة، يعني 50% خفض عن المعدل. استلمنا البلد 13% دلوقتي 7%. كل عام وأنتم بخير. أنا كده اختصرت الصفحة الأولى، فمن حقي أطلب صفحات تانية. تعالوا نروح الأول على صفحة 2 عشان خاطري، 3 والنبي هتقولي 2، أصلها حلو قوي. هقول لكم ليه حلو قوي، عشان فيها لازم انا بحب ان احنا نوري الناس برضو معدلات البطاله اللي موجوده في العالم عامله ازاي، فهنبقى احنا شايفين موقعنا على سبيل المثال لا الحصر. شوف يا سيدي، الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم، هذا العملاق، هذا التنين العظيم الضخم المذهل المخيف لقوى الامبرياليه الغربيه، 5.5%. انا لسه قايل لك احنا ايه، احنا 7.2. روسيا 3.6. إيطاليا الاتحاد الأوروبي 7.9. تركيا 9.7. مصر 7.2. والله الله. طب الأردن 22.9. طب المغرب 12.9. طب المملكة العربية السعودية 9.9. تخيل اليابان فيها بطالة، ده بالنسبة لي رقم غريب جدا، 2.4. طيب عندك ايه تاني في الاتحاد الاوروبي يا عم يوسف غير ايطاليا؟ لا ده انا اجيب لك بقى فرنسا 7.2 زي حالتنا، اسبانيا 12.9، المانيا قلعة الصناعة الاوروبية 5.7. طب ده معناه ايه يا مولانا؟ نقول على صفحة 3 لو حابين. ده معناه ايه يا مولانا؟ ده معناه ان انت بذلت جهد مهول علشان تقدر توصل لمتوسط بطالة أو معدل بطالة بالمقارنة بالدول الكبيرة. أنت مش بعيد، أنت بتتكلم على أنه عندك دول في الاتحاد الأوروبي زيها زيك فرنسا، عندك دول أقل قليلا بمقدار تقريبا 2% وهي قلعة الصناعة الأوروبية، أهم أو أنا في رأيي أعظم ماكينات في العالم، وده معروف. ألمانيا أقل منك ب2%، إيطاليا أكتر منك، أسبانيا أكتر منك بكتير. حاجة انت بذلت جهد والله جهد من 13% ل 7.2. طب تعال نشوف صفحة 3، شفتوني وانا سريع ومختصر، تعال نشوف صفحة 3. طيب مزيد من فرص العمل خلال الربع الرابع لسنة 2022، معدل البطالة لو جينا قارناه من سنة 2014 الربع الرابع اي الربع الاخير اخر 3 شهور من شهر 9 لشهر 12، احنا كنا 12.9، يعني هم 13%. اما في اخر ربع لسنة 22 اللي انتهى في 31 ديسمبر اللي فات ده بقينا 7.2. تعال نشوف قوة العمل زادت ولا ما زادتش، وده مهم جدا.
قوة العمل زايدة بنسبة 9.4. يعني أنا كان عندي ليبر فورس قوة عمل 27.7. وصلنا إلى 30.3 مليون فرد. طيب نسبة الزيادة في عدد المشتغلين، كنا 24 مليون فرد بقينا 28 مليون فرد بيشتغل. طيب تعال نشوف حصل خفض قد ايه في عدد الناس. انا ما بحبش كلمه المتعطلين دي، بس هي رسميا تتقال كده يعني حتى احصائيا، لكن تعال نقول الناس اللي ما كانتش بتشتغل نزلوا قد ايه. نزلوا 38.9 النسبه. طب من قد ايه؟ من 3.6 مليون فرد نزلنا الى 2.2 مليون فرد. تعال ناخد صفحه كمان، انا بجري بسرعه اهو مش معطلكم في حاجه، هياخدوا لي صفحه 5 ماشي. تعال نشوف معدل البطاله ربع السنوي في مصر يحافظ على المستوى الاقل من سنه 2004. كلمني عن الاستقرار سنه 2004 و5 و6 و7 و8 و9 و10. مش دي كانت الدوله الحلوه على راي بعضهم؟ شفتني وانا قاعد كده مفروض، بس انا قاعد كده مش غلاسه والله عشان ظهري بجد بايظ تاني. المهم مش دي كانت الدولة الحلوة الجميلة؟ 6 سنين اهم استقرار، مفيش بعد كده. مش في بعضهم بيقول كده؟ طيب والدولة المستقرة يا ترى يا هل ترى عملت ايه في معدل البطالة؟ الله، يعني دولة ما كانش فيها ولا ارهاب ولا دياولو ولا جماعة متربصة ولا بتختطف السلطة وبتختطف الدولة وبتضرب ناس، بتضرب الناس بالنار في الشوارع. 4 5 6 7 8 9 10، كل 10 يعني كلهم على بعض كده 7 سنين، 84 شهر. تجد ان معدل البطالة الربع السنوي في مصر دلوقتي هو الاقل من سنة 2004، حتى ما شفناهوش من 2004. ما هو كده في حاجة مهم ان احنا ننظر ليها. بلد قعدت تحارب ارهاب، وبلد شايفه حدودها طول الوقت مهدده، وبتقوم بكل الجهود ودفعت اثمان غاليه من دم ولادها وارواحهم، ده اولا، سيبك من الفلوس، الا انها ما توقفتش عن العمل وعن البناء وعن توفير فرص العمل. ده المهم، ده المهم. طيب ناخد صفحة ايه كمان عشان خاطر صاحبكم يوسف؟ تعال ناخد صفحة 8. الناس بتحب، للأسف الناس في بلادي يحبوا يسمعوا آراء الأجانب قد عينيهم عيني. فيتش وستاندرد أند بورز وصندوق النقد الدولي، تعال نشوف كده الناس دول بيقولوا ايه على الاقتصاد في مصر. ما هو الاقتصاد في مصر ده لو أنا قادر أقلل معدلات البطالة ده معناه إيه؟ معناه قدرة الدولة على خلق فرص عمل جديدة، صح؟ طيب والدولة عشان تبقى قادرة على خلق فرص عمل جديدة معناه إيه؟ معناها إن عندها إمكانات اقتصادية مصحوبة أو ماشية في اتجاه الإرادة السياسية. يبقى إرادة سياسية في ظل إمكانات اقتصادية تساوي فرص عمل. طب إمكانات اقتصادية ده معنى إيه؟ كلمة إمكانات اقتصادية معنى إنك تبقى ماشي في إطار مجموعة من القرارات الاقتصادية اللي ماشية في اتجاه إيجابي يؤدي إلى خلق فرص عمل. فيها أي فكاكة ولا منطق؟ أظن منطق. تعال نبص واحدة واحدة. الجماعة بتوع فيتش جايبين 23 و24 و25 و26 و27، انخفاض معدل البطالة 7.3 7.2 7 6.8 6.6. ده انت فاضل لك زلطة وتبقى زي ألمانيا ماشي. ستاندرد أند بورز هم أقلهم تفاؤلا، قال لك معدل البطالة يفضل ثابت عند 7.3. صندوق النقد الدولي تقريبا إحصاؤه ودراسته قريبة جدا من فيتش، فقال لك 7.3 7.3، ينخفض 25 ل 7.1، 26 6.9، 27 6.7. فهتلاقي انه فيتش وصندوق النقد الاثنين بخصوص سنة
2027 بينهم 0.1. هنا فيتش بتقول 6.6، هنا صندوق النقد الدولي بيقول 6.7. هل هناك دلالات أقوى أو أهم من دلالات الأرقام أو الحقائق؟ لا أظن ولا أعتقد ولا أؤمن بذلك. هل هناك دلالات أهم من الحقيقة الدامغة؟ الليلة انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار النسخة 95. يا ترى يا هل ترى هنشوف إيه؟ هل هيبقى فيه مفاجآت؟ فاكرين مفاجآت السنة اللي فاتت طبعاً، ويل سميث وحدوتة. خلونا ناخد معانا على التليفون كاتبنا وناقدنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي. ازيك يا أستاذ طارق؟ أهلا أستاذ يوسف، ازيك وحشنا. حضرتك في الأوسكار ولا هنا؟ لا أنا هنا، أنا جنبك هنا. طيب حلو، جنبنا في المانيال؟ أوكي ماشي، المانيال المنورة. النهاردة هتبقى الحفلة بتاعة توزيع الجوائز، هل عند حضرتك توقعات أستاذ طارق أو هناك مؤشرات لتوقعات ما؟ لا طبعا، هي توقعات كل الجرائد أشارت للأفلام المرشحة وبالتالي للممثلين والمخرجين و لكن خلينا نقول أنه الأوسكار السنة دي بيعود بقوة، لأن بعد سنتين يعني كلنا يعني كنا مستخبيين من كورونا، وأكثر فن أصيب في مقتل هو السينما لأنها بتعتمد على الجمهور. ففجأة أصبح الزحام اللي هو مؤشر إيجابي لأي عمل فني أصبح بالنسبة لك تهديد. يعني السينما مع الزحام، كورونا ضد الزحام. فكورونا انتصرت عامين، هو بدأنا نحس بالانتشار في المهرجانات الأخيرة. يعني في برلين الدنيا رجعت، في الأوسكار رجعت كويس قوي، وبالتالي الأفلام المرشحة زاد عددها وزادت قيمتها. وهنلاقي حاجة مهمة جدا، ان اكتر من فيلم جاب ايرادات عالية، يعني زي افاتار مثلا صح، او توب جن. يعني افلام، احنا دايما بنعمل خط كده بين الفن وبين الرقم او شباك التذاكر، ولك لا ده عمل فني عظيم وده بقى ايه ده بتاع الجمهور. لا، في افلام بتجمع بين الحسنيين ومرشحة انها تاخد الجوائز الكبرى في الاوسكار. فده يعني بيكسر شيء تعرفنا عليه، وهو الخط الفاصل الوهمي بين ذائقة الجمهور وذائقة ايضا النقاد والصحفيين والمهرجانات والمسابقات زي الاوسكار. السنة دي مهم قوي ان هم بيكسروا السجادة الحمراء. هتبقى ذهبي او بيج او لون شامبين، يعني هو التعبير الدارج عليه هو شامبين. السجادة خلاص، يعني طبعا تغيير السجادة من سنة 60 هي السجادة اللون ده، وكل المهرجانات الكبرى بتعمل نفس اللون ده. في المهرجانات المصرية والعربية قطعا كده. طب ليه الاحمر؟ يعني ما هو يعني ده هو طبعا في تفسيرات كتيرة ان هم شالوا الاحمر، منها ان الاحمر دموي. طب يعني قعدنا كل السنين دي 60 سنة مش واخدين بالنا يعني ولا ان هو دموي؟ او يقول لك عشان السنة اللي فاتت الصفعة تمت لانه ويل سميث كان اللون الاحمر خلاه عصبي. وطبعا الالوان فعلا بتطفي احيانا او مش احيانا، بالمنطق اللون له لغة ويعمل حافز، ممكن اللون ينيم، لون يصحي، لون يخليك عدواني. لكن يعني ما تصورش ان السبب الصفعة كان لا طبعا لون يعني لون السجادة الاحمر. لكن التغيير ده انا معاه جدا، لان زي ما كنت اتساءل ليه الاحمر؟ ما احنا متعودين يعني في تراثنا العربي والمصري تحديدا الفخامة مرتبطة بلون الذهب، مش كده؟ لما في ده صالون مذهب يعني عايز اقول ان اللون الذهبي لون في الثقافة المصرية والعربية، لون له كل الوقار والاحترام. طب ليه لكن اللون الاحتفالي والاحتفائي طول الوقت احمر؟ طب ما ده غريبة، ده من مئات السنين. يعني تجد حتى العباءات من المخمل الاحمر. طب احنا اولى بقى باللون الذهبي، هم عاملين لون قريب قوي
باللون الذهبي يعني على مشارف اللون ده. طب احنا ما ناخده احنا، كان المفروض احنا لينا ده وبلاها لون احمر ويعني يبقى شبهنا. عموما انا حضرت بعض المهرجانات كان بيبقى فيها سجاده خضراء، انت عارف مهرجانات البيئه. مهرجانات البيئه ده مفهوم اخضر اخضر يعني. ايوه برافو عليك، بحكم انها لها منطق ما في اختيار اللون الاخضر طبعا. ومره حضرت مهرجان سينما مستقله، فاكر الكليم؟ فاكر الكليم؟ هو كنت طبعا. عارف الكليم ده كان بيتعمل من ايه؟ من بالقصاصات. توعى انت على الكليم ده طبعا. كان من القصاصات اللي بتتبقى في الستات البيوت المصريه. ايوه يقعدوا يدككوها في بعض. برافو عليك، فيعملوا كليم. انا حضرت مره مهرجان سينما مستقله كان كليم، وكان برضو حاجه يعني ايه مفاجاه جميله. فكره برضو فكره بتترجم المعنى، ادي كل المساله. ايوه طبعا. السنه دي عودا على بدء في الاوسكار هتلاقي ان في افلام مرشحه للقسم الدولي اللي هو افضل فيلم اجنبي، وايضا في نفس الوقت لانها افلام مهمه مرشحه يعني زي كل شيء هذه على الجبهه الغربيه. ده فيلم الماني المفروض ان هو افضل فيلم اجنبي لانه ناطق بالالمانيه كويس، وهو ده المنطق يعني، هو ده معنى فكره فيلم اجنبي ان هو يعني يعني لغه غير انجليزيه. لكن احيانا من فرض يعني قوه بعض الافلام، وده مش اول مره، الفيلم كمان بيبقى موجود طبعا طبقا لشروط ان يكون عرض ايضا في امريكا يعني، يعني الشرط ده متوفر، لكن قوته بتبقى هي اللي مستند اليها. فمثلا كل شيء هادئ على الجبهه الغربيه ده مرشح لكل الجوائز او ال 24 فرع، ومنها افضل فيلم اجنبي، واعتقد ان هو فرصته هيبقى مؤكده في افضل فيلم اجنبي يعني. يعني بما انه حظى بالقوه دي وانتقل للترشح او للتنافس، فهيبقى ده حصد الجوائز لهذا الموسم. اظن ان هو هيبقى افضل فيلم اجنبي، هتبقى فرصه اكتر. صحيح. طيب عايز انتقل لموضوع تاني يا استاذ طارق. وانا اعلم ان حضرتك من عشاق عبد الوهاب. والنهارده ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب. ودار الاوبرا عامله حفله حلوه جدا، ومتحف عبد الوهاب مفتوح لمده 5 ايام مجانا امام الزائرين. انا بحيي اولا وزاره الثقافه للحاجتين اللي انت قلت عليهم من شويه. حفله في الاوبرا ومتحف للناس انها تدخل، ما هو لازم نربي ثقافه التردد على المتاحف. والناس لما يكون قيمه زي الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، حلو قوي ان احنا نستعيد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، نستعيد تفاصيله الحانه. عبد الوهاب ما لحنش كتير بالمناسبه، يعني عدد الحان عبد الوهاب ليست يعني هناك من تفوق عنه في العدد، الموجي اكتر. زكريا شيخ زكريا احمد اكتر كعدد بليغ اكتر، لكن عبد الوهاب تميز بانه السهل الممتنع القليل اللي هو يتردد، واللي هو دايما بينقل مرحله، عنده مراحل عبد الوهاب. مرحله عبد الوهاب القديم، شوف ازاي بقى الفنان اللي يقول لك ايه فلان زي ما تسمع التعبير ده، فلان يتمرد على نفسه. ايوه بس فين؟ طيب فين الدلاله؟ هو عبد الوهاب. عشان كده في اثنين عبد الوهاب، عبد الوهاب القديم واخد بالك اللي يقول يا ترى يا نسمه، ويقول يا ترى دي 45 مره يا ترى، فاكر انت الغنى؟ ايوه طبعا. يا ترى يا ترى، وناس تعد وراه، ده عبد الوهاب القديم. عبد الوهاب الجديد بقى انا والعذاب وهواك منك جارحني، هو يعني عايز اقول هنا بقى يعني صوره مباشره لكيف يتمرد الفنان على نفسه. طبعا عبد الوهاب مش كان بيتمرد على نفسه، هو كان بيقرا الزمن. هتلاقي لما ظهر جيل اللي هو كمال الطويل والموجي، احس عبد الوهاب ان الدنيا اتغيرت شويه، فسبقهم حتى في التجديد. فاصبح هناك عبد الوهاب الجديد. يعني مره بيسالوا الموجي بيقولوا له يعني ايه، عايزين بقى الحان شبابيه والحان عصريه، قال لهم العصريه عند عبد الوهاب. لما عمل توبه، شوف انت توبه دي من واهواك، ما دي ما يعني هم طلعوا بيتكلموا ان هو يعني ده من اي جيل جديد بيطلع بيتكلم على ان احنا
احنا المرحله واحنا اللي بنقدم و لا، عبد الوهاب كان بيهضم الجيل، عشان كده سموه مسقار الاجيال. طيب الاول كان اسمه عنده قدره مذهله على التطور والتحديث طول الوقت، كان مسقار الجيل، وبعدين قالوا عليه مسقار الجيلين ثم مسقار الاجيال. الاجيال انتقل من جيل لجيل لجيل، مراهناته العديده، لقاءاته الاستثنائيه مع ام كلثوم من اول انت عمري، اللي خلت فعلا منطقه تانية حتى لمن تعامل مع ام كلثوم بعد عبد الوهاب بيبقى فيهم بليغ. بليغ بدا يشتغل مع ام كلثوم قبل عبد الوهاب، يعني حب ايه سنه 60، انت عمري 64. فلما بدا بعد 64 هتلاقي الحان بليغ حمدي لام كلثوم تغيرت، بناء على ان عبد الوهاب تغير من انت عمري نقله تانية. فهتلاقي بليغ هتلاقيه مثلا في بعيد عنك نقله تانية، سيره الحب، بس دول امتى؟ بعد 64. بعد ما عبد الوهاب فتح مجال جديد ورؤيه اخرى لام كلثوم. فعبد الوهاب كان يعني دايما يتقال عبد الوهاب اللي هو ايه بيعيش زمن تلاميذه، بس تلاميذه ايضا لانه متفوق عاشوا زمنه وتاثروا بيه، وفضل لغايه سنه 90 وهو عنده 90 سنه عمل اسألك الرحيله لحن عصري جدا. وده بيقول هنا معنى ان مفيش حاجه اسمها يقول لك انا ما بشتغلش، انا لا، انت لما بتشتغل على نفسك هتشتغل. صح، لما تقرا الزمن هتشتغل، لكن لو قعدت في البيت وقعدت تقول انا ما بشتغلش، احنا زي خيل الحكومه، الكلام اللي اكيد انت بتسمعه كتير قوي وعايزين وبيضربونا في الاخر، لا، جدد ادواتك وخلي النموذج محمد عبد الوهاب، انه جدد ادواته على طول بيقرا على طول. انا كنت عبد يعني عبد الوهاب كان بيرد على التليفون بنفسه كويس، ما اعرفش اتكلمت لحقتوش انت مش لا لا، لحقته طبعا حتى وفاته، لكن ما سبقليش ابدا ان انا اتكلمت معاه. لو كنت كلمته كان رد عليك وبعدين يسمع منك. يعني انا فاكر كان مثلا ايه يقول لي طيب قول لي حاجه كده لعمك كامل، فاقول قصيده، اه والله، فاقول لي حلوه قولها تاني، وقال ان بيفكر يلحنها. يعني مستمر طول الوقت، مفيش عنده توقف على طول، ويستفيد من كل الناس، واي مكالمه هتلاقيه حتى من صحفي جديد يستفيد منها. وعبد الوهاب كان يعني عاش حياته فقط للفن، شوف اتجوز وعنده ولاد وكله، لكن اللي جوه عبد الوهاب الحقيقي اللي عمل كل ده هو انه كان بيراهن فقط على الفنان، مش اي حاجه، لا الاب ولا الزوج ولا اي حد، الفنان كان رقم واحد عنده، فني ثم فني ثم فني. ذكي، ولهذا السبب هو متفرد جدا. استاذ طارق احنا عايزين نقعد زي زمان، تيجي تنورنا كده ونقعد ونتكلم، ارجوك. كل الشكر ليك يا استاذ طارق، نورتنا وشرفتنا كاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي في حديث ما بين الاوسكار وما بين موسيقار الاجيال استاذ محمد عبد الوهاب. كان لنا مكالمه اظنها رائعه جدا، واظن يعني هتلاقي بقى كده المواقع عندها كلام كتير هتقدر تكتبه كما جرت العاده من كلام الاستاذ طارق معانا. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل لينا كلام رائع مع ثلاثة من الفضليات الرائعات ينورونا في الاستوديو، وهنسمع التجربة ونحكي الحكاية أو الحدوتة. استنونا. أنا قاعد بقى في الفاصل قاعدين عمالين ندردش ونتجاذب، قعدنا نتجاذب أطراف الحديث. والله فأميرة قالت لي على فكرة أنا شبهك. قلت لها شبهي إزاي ده؟ ما قالت لي لا، يعني أنا طبعي زيك كده وشديدة وبتاع. قلت لها أنا عجزت يا أميرة. والله أما بقى مدام شدوان فقعدت تحكي لي حدوتة أكتر من رائعة على إزاي هي خدت قرار انها تعلم الناس كيفيه التعامل مع اخواننا الصم والبكم اسف مدام نعمات. وقعدتي تحكي لي ازاي تعلمي الطرفين يعني، وبالذات لما قلتي لما رحت كليه التمريض وعجبني جدا. اما بقى الست شدوان، انا اول حاجه سالتها قلت لها اخبار شهد ومحمد ايه؟ الحمد لله
فقالت لي الحمد لله حلوين مش كده؟ الحمد لله كلكم كويسين؟ نعم ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. هبدأ الأول بالمسألة بتاعة حضرتك يا دكتور نعمات و و و ومسألة إيه اللي خلاكي خدتي قرار تقومي بفكرة إن أنا عايزة أعلم الناس لغة الإشارة وإزاي نقدر نتعامل مع الصم والبكم وإزاي إخواتنا الصم والبكم يتعاملوا معانا وتقطعي مشوار طويل ومنهك ومتعب ليه؟ في الأول خالص نبدأها من الأول أنا مدرسة وصلت أيوة. إن أنا دلوقتي أنا معلم خبير على درجة مدير عام ما شاء الله ومتخصصة سمعي يعني في الفصل أنا مدرسة سمعي متخصص بقوم على شغلي على أكمل وجه ويشهد لي الجميع في التربية والتعليم ما شاء الله وعندي شهادات تقدير كتيرة جدا من ده حلو. دخولي المجال كان قرب لبيتي يعني أنا كنت في التعليم العام قعدت 3 سنين وبعدين حبيت أنقل عشان قربي للبيت فودوني مدارس الصم فقضيت فيها 33 سنة في الصم كان قبلها 3 سنين في مدارس التعليم العام ولما دخلت ما عرفتش أتعامل كل يوم أروح معيطة أنا مش عارفة أنا واحدة بتتكلم في مجتمع ما بيتكلمش فعيط فأسمع من ده ومن ده يا نعمات أعمل الإشارة دي كذا الإشارة دي كذا فعملها البنات الصم يبصوا لي ويقولوا لي عيب عيب إيه الإشارة دي اوعي تقوليها الإشارة دي عيب خالص اوعي دي غلط مرة على مرة خدوني في أوضة وقفلوا عليا البنات دول وقالوا لي بصي احنا هنعلمك الإشارة الكلام ده من 33 سنة هنعلمك الإشارة ولما نعلمها لك صح علميها صح زي ما علمناها لك وتاخدينا معاكي لان انا في الوقت ده كنت بروح معاهم كل الاماكن بقى محتاجه للدكتوره اروح معاها محتاجه تشتري حاجه هتتجوز انزل اشتري معاها هتكتب بتاع اكتب على نفسي ان انا ضامن حابه تروح موضوع تخلص حاجه في مصلحه اروح برده معاها ما انا لسانها انا همزه الوصل بينهم فمن 33 سنه خدت على عاتقي ان انا دول بقى ولادي لان هم كانوا في سن ولادي لما دخلت المدارس دي يعني أنا بنتي الكبيرة عندها 37 سنة فهم وصلوا دلوقتي إن هم يكونوا 40 و45 سنة طيب. يعني أمهات وأباء سؤال صغير جاي لك مين ده بإيه؟ بحبهم أنا متعبة قوي بحبهم وتكتبي على نفسك وصولات أمانة بحضارك ضامن طب افرضي حد جالة كده ولا لظروف مش عشان حاجة وحشة لا هم بيحبوني زي أمهم ما هو ظروف لا 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 أنا عناية ليهم على فكرة الموضوع مش صعب الموضوع سهل بس انا كنت ايامها مش بصه ان في يوم من الايام هقعد معاك ولا في يوم من الايام هقف استلم تكريم زي ده من انتصار هاني اقعد معاك ايه تكريم من قرينة الرئيس ابدا هقول لك مجلس المراه اشتغلت معاه شغل كتير جدا عشان اوعي المجتمع وادين ليه بالفضل ان هو قدمني المجلس القومي للمراه انه قدمني ده لما بدات اتعرف على المجلس القومي فرع الشرقيه بتاعي فرع الزقازيق قلت له احنا عايزين قالوا لي احنا عايزين نعمل توعيه للصم قلت لهم اوكي وانا انا متبرع ان انا انقل كل اللي انتوا هتعملوه من الجزء الطبي ليهم عملنا ختان الاناث بلغه الاشاره عملنا الايدز توعيه عن الايدز بلغه الاشاره عملنا اسعافات اوليه بلغه الاشاره عمل وبقيت اجمع ليهم من كل الولاد الصم وجمعيات الصم ان يحضروا الاماكن دي وخدتهم معايا الجامعه أول حد دخل كلية طب تمريض مع العميدة نادية طه كنت أنا وقالت لي يا نعمات أنت عايزة إيه من خدمة المجتمع تنمية المجتمع قلت لها أنا حابة لما يخش ابن الأصم مريض يلاقي حد يعرف يتعامل معاه قالت لي خلاص بكالوريوسات الفرقة الرابعة والماجستير والدكتوراه يحضروا الشغل ده فبدأ دي أول حاجة يمكن الكلام ده من أكتر من 10-15 سنة وما زالت شغالين النيل يجري رحت كلية آداب اشتغلت فيها ورش لتوعية الشباب بذوي الإعاقة ولغة الإشارة رحت كلية تربية عملت فيها أكتر من 85 دورة لغة إشارة طيب أنا هستأذنكم هروح لفاصل وعايز أرجع بعد الفاصل نتكلم شوية مع آخر العنقود بتاع اللقاء بتاعنا أميرة دكتورة أميرة وعاوز نتكلم مع مدام شدوان اللي عملت حتة مشوار ربنا يخلي لك شاهد ومحمد ويخليك ليهم فاصل ونكمل الكلام
العنقود بتاعه اللقاء. الدكتوره اميره شعبان غانم عبد الباقي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. احكي لي بقى الحدوته بتاعتك يا دكتوره. اولا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه انه جت فرص كتير جدا ان انا اطلع، بس اول ما عرفت ان انا هاجي هشارك يعني في حلقه حضرتك، عرفت ان في كتير جدا الاف من المشاهدين بيتابعونا، فانا اصلا كان التارجت بتاعي من الاول خالص فعلا بجد هي المساعده. فانا بس لو واحد من الالاف اللي بيسمعونا دلوقتي يعني هيتشجع او هيحس بالهام او هيحس ان في امل بس من القصه، فانا بجد كده يعني هكون حققت حاجه كبيره جدا. نورتينا، ده اولا. شكرا. مبسوط انك جيت لنا. شكرا. احكي لي بقى المشوار بتاعك. مبدئيا انا كنت سقطت قيد، ما كانش عندي اصلا شهاده ميلاد، لحد بقى ما جاء سني كان في مشاكل معينه يعني، حتى كان اختلافي حتى عن اخواتي. فجاء بقى وقت دخولي المدرسه ما كانش في شهاده ميلاد، فدخلت بقى كان في حاجه اسمها الفصل الواحد، فدخلت فيه بقى قعدت فيه لحد سته ابتدائي، ده كان بدون شهاده ميلاد. فجيت اسنن، جيت اعمل تسنين، الدكتوره سننتني اكبر من سني بخمس سنين بحكم يعني ان ارياف هيجوزوا وكده يعني. فطبعا دي حطتني في مشكله ان انا اكون منازل في اعدادي وثانوي، يعني هتحرم من المدارس طول عمري تقريبا. فقعدت ذاكرت الثلاث سنين اعدادي في البيت، والحمد لله طلعت الاولى ساعتها على المدرسه وتم تكريمي، وبس كان منازل يعني. ده اصلا كان في عامل نفسي كان متدهور جدا كطفله ساعتها، كان نفسي بجد اكون زي زمايلي، عايز اروح المدرسه واجي. أيوة. المدرسه وبعمل كل حاجه وبجتهد، مفيش اي حاجه تمنعني، مع ان الظروف دي كانت خارجه عن ارادتي اساسا. فجيت بقى في ثانوي برده كان نفس الموال ان هو منازل، فدي برده كملت المشوار مع نفسي خالص، ويعني قلت ان لازم احقق اي حاجه، لان بجد اهلي يستاهلوا اي حاجه. طبعا يستاهلوا كل خير بجد، عشان هم بجد كل الاهالي بتتعب مع اهلها، لو بيتعبوا بس مره فهم تعبوا معانا كتير جدا. اكيد. وكان دايما يعني الحقيقه اهلي كانوا بيشجعوني جدا جدا على التعليم. ماشي. فالحمد لله بقى كملت في ثانوي، والحمد لله جبت 94 في النظام الجديد، نظام التابلت، فدخلت طب بشري منه. اخترت طب ليه؟ ما قلت حضرتك من الاول صعب جدا. صح، دي كلها صعبه جدا. هو الصراحه ما كانش هدف الطب في ذات نفسه، انا كان التارجت من الاول خالص المساعده، ايا كان كنت حاطه كده قدامي هدف انه نجاح بس ايا كان المجال اللي هدخله. يعني ما قلتش ان انا لو ما دخلتش طب كنت هعيط او هعمل حاجه، لا، كنت حاطه في دماغي انه ما حصلش كذا في اوبشن تاني وتالت ورابع، اما حاجه ان انا احقق نجاح وايا كان المجال اللي هدخله. يعني حتى في ابتدائي ست سنين اللي انا عشتهم، انا تخيلت نفسي المحاميه والمهندسه والدكتوره والاعلاميه، تخيلت نفسي كل حاجه بحيث ان انا احقق نجاح في كل مجال، النجاح ده يجي ده وهكذا. هنجح يعني هنجح ايا كان المجال اللي هدخله. ودخلت كليه الطب، وهنكمل بقى ان شاء الله السنين الشقه في كليه الطب. طب اصلها كليه طويله وصعبه، عارفه، وبعدها هناخد دبلومه وبعدها ماجستير. صح. اللي بيقرر يطلع دكتور ده بيقعد يذاكر طول عمره. عشان بس نبقى متفقين. بس انا مش حياتي ممله يعني، نفسي مثلا اعمل حاجه للمراه، نفسي مره اكون في المجلس القومي للمراه. نفسي مثلا في يوم من الايام، يعني انا بجد كان نفسي فعلا في حاجه زي كده، ان انا اطور من نفسي جدا بحيث ان برضو اكون، مش عايزه اقول كلام كبير قوي بس يعني اتمنى بجد يعني ابقى مشاركه مثلا في الوزراء يعني في ال. ايوه، وليه ما تبقيش وزيره يعني؟ هو ايه المشكله يعني؟ حاسه ان هي اوفر قوي. ده انت بتتكلمي على بلد بقى فيها نائبات جوه مجلس النواب. أيوة، مش مخلينا عارفين نقعد. ايوه، دي متصوره. ايوه، وايه يعني لما تبقي في يوم من الايام وزيره، ويا سلام لما تبقي رئيسه وزراء كمان. قولي ان شاء الله ونشوف هذا اليوم الرائع. اروح بقى للست الشدوان وشهد ومحمد. شهد ومحمد عندهم قد ايه؟ شهد عندها 15 ونص ما شاء الله، ومحمد عنده بسم الله ما شاء الله عنده 18 سنه ما شاء الله. عاملين ايه في المدرسه؟ والله محمد ابني في اولى معهد في المطريه، بس يعني ايه، مش مواظب عشان هو بيساعدني في مصاريف البيت. يا حبيبي. شغال من صغره وعنده 5 سنين شغلته حلاق. كان راجل وجدع. لحد بيساعد امه. يعني بيصرف عليا عشان انا برضو تعبانه، فهمتني؟ وانا سافرت برضو قبل كده، اتغربت كتير وتعبت لحد ما بصراحه. طب انا عايز اسمع الحدوته بتاعتك. انا بص حضرتك من كفر الشيخ، احسن ناس. الله يخليك.
وانا اهلي كلك من كفر الشيخ. فين في كفر الشيخ؟ والدتي من محافظه كفر الشيخ، من حته اسمها سيدي سالم. طبعا سيدي سالم والشخلوبه. فاكرين التلميذ ولا ايه؟ لا ده انا عارف كويس. ووالدتي برضو من كفر الشيخ، من قريه اسمها ميت الديبه. حلو قوي. من احنا من كره فلاحين يعني، وكره ارياف وكده. وعندكم الرز للركب، رز وكل حاجه اللي انت عايزها. وسمك وكل حاجه بالك فيه بقى. وفسيخ وجو كده. كملي. حضرتك كنت شغاله اصلا في جامعه كفر الشيخ عندنا يعني عامله نظافه، تعرفت على دكتوره هناك من الكويت. حلو. قالت لي كنت انا يعني لسه متجوزه جديد وما كانش معايا غير محمد، وكنت حامل في شهد. وبعد كده قالت لي شهدوانه تقدري تجيبي لي واحده تسافر معايا الكويت؟ قلت لها انا ممكن اسافر مع حضرتك. فروحت استاذنت ابويا، ابويا قال لي ازاي ما ينفعش تسافري، قولي لجوزك. ما قلت لجوزي انا عايزه اسافر، قال لي روحي سافري. ما اعترضش ولا وقف في طريقي وكده. بقيت اسافر، غبت 7 سنين في الكويت، كل سنه اجي واروح، كل سنه في اجازه المدارس واروح واجي وكده. خلصت الحلقه لحد كده يا ساده، ثواني هكون داخل لكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر باذن الله والصحه هنكون موجودين معاكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.